خذ الفرحة وعيش بصيفنا. بعد غياب تجاوز السنة والنصف عن الفعاليات الحضورية الجماهيرية الترفيهية وضمن برامج صيف السعودية التي تنوعت فعالياته طوال الفترة الماضية، يقدم مجموعة من المؤدين المسرحيين في النادي الكوميدي عروضا تفاعلية لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور بكافة فئاته العمرية. في شغف الاثنين، احنا كنا مشتاقين نقدم عروض والجمهور كان مشتاق انه يحضر عروض، فلو تلاحظ الجو العام الان صار يعني في شوق، فاهم علي؟ وحتى الشباب عندنا يعني ما شاء الله مو مقصرين، لكن برضو اكثر يمكن من 500 يوم احنا واقفين عن العروض، والحمد لله الحين بعد الرجعه ها قاعدين نرجع اللياقه حبه حبه يعني ان شاء الله. تهدف فعاليات الكوميدي كلب هنا الى تقديم لون خاص من الكوميديا الارتجاليه، تناقش جمله من المواضيع الاجتماعيه بطابع ساخر، وتشرك كذلك الجمهور في صنع النكتة المقدمة ليعيش الحضور طوال الساعتين تقريبا تجربة ترفيهية مسرحية خالصة. طبعا الانقطاع اللي صار خلى الناس متعطشة فعلا لهذه العروض وإنهم يحضروا، وأنا صراحة من عشاق المسرح، يعني المسرح هذا شيء جميل لأنه تفاعلي مع الجمهور. دائما احنا نقول مثل عام كذا انه يعني الجمهور يعتبر بنزين الممثل، كل ما الجمهور تفاعل اكثر كل ما اعطانا طاقه اكثر على المسرح. صناعه المسرح المحلي تفرض حضورها وقبولها لدى الجمهور مع احتياج كبير ومستمر لتطوير المهارات والقدرات للوصول الى مراحل افضل وتقديم ماده بجوده اعلى في المستقبل. عبد الرحمن المحضار، الاخباريه، جده.